رشيد ابو وليد لا الحين قصرها موجود بالشرقيه ومضافه ابو رشيد مضافه شم انت ما تسمعني اقول عيالكم الان وانت رجال تحب الطبخ الان بيشرحون طريقه الطاجن ايه بيشرحون لنا طريقه الطاجن افتح لنا السبيكر يا منيب عشان الشباب بيشرحون الحين عندنا دجاج وعندنا لحم عندك الشرح الحين يا شيخ ابو صالح المراجل ما تهيئ سويه اول شيء يقول العظم متواجد في سنونه ما شاء الله تبارك الله اسلم بعدين نصف الدجاج اسمه سهل بن حمدان الله يغفر الله يرحمه اي ابو صالح زيت زيتون وبصل والدجاج نصف وهذا فخار ولا لا بالترتيب بالترتيب بعدين نصف الفلفل فوق هلا لا ننسى كل شغلهم صحي واطيب شيء والزيت الزيتون قليل اللي يحطه صراحه طبعا بعض ما ودي مثل شباب كل شيء طازج قدام عينك يعني الدجاج طازج اللحم طازج زيت زيتون بهارات نظيفة من أفضل بهارات موجودة عندنا أخونا هم الآن عنده يجون في المناسبات ولا الكشتات ولا تتصل عليه يجي باستراحة ببيتك عزومة بالبر بأي محل يا شباب بالله يطلعوا الحسابات حساب الإنستغرام وسناب شات يا والله اللي يستاهلون الله يرزقهم والله أنهم يستاهلون والله انهم يستاهلون بس احكوا لنا في الاسعار الاسعار بس الحسابات موجوده على ودي يكملون شرحهم بعدين تاخذ تعليقات الاباء كم مده ال شو اسمه الطبخ ساعه وربع ساعه وربع إيه؟ ما في اقل عشان ودي ناكل قبل انت يا ليت ما في مره بركه طيب. والله زين يمدي ما يمدي في ربع ساعه بتروح علينا والله يمدي يلحق هذا كل خير ان شاء الله انك تلحق اسلم الاسعار نفس ما قال اللحم ب 100 الدجاج ب 70 السمك 70 الروبيان 100 يا ابو رشيد هو الرجال يشرح لنا اسعار الدجاج واللحم لان يا ابو رشيد احنا ودي انك تدعمهم انت لك ناس يحبونك ودي انك تدعمهم تشجع الشباب يا ابو رشيد ابو رشيد تاخذ والله يا طول عمرك اي نوخت انت يقول هذا ابو رشيد لاخوياي هذا لاخوياي عن 20-15-30 10 ما يطب قطره ملوه ذبيحة كامله قال طالما ما يطب كاسه مي الميدان يا حميدان واللحم. الميدان يا حميدان هذه تبي شرح بورقه اكتبها لها معطيهم اياها لا 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 ابو رشيد يطبخ هسه الاسبوع الجاي انت نجيب اللي تبغاه وانت تطبخه ما انا مشرف انا مشرف معه خلاص جنب اللي يبي ابد عشان شو الطريقه ابد جنب اللي يبي عشان شو الطريقه الحين هذه على المجلس الجاي انا اوريهم من اول نوحد المجلس المجلس يا جماعه الخير صلوا على النبي صلوا على النبي ينكسر يا ابو فالح صلوا على النبي صلى على محمد بخليه يكمل الشرع عشان الشيخ يستفيد واحنا نستفيد احنا قاعدين نسأله بس اي نعم اي لان في ثلاثه السؤال سالوه ثلاثه وما يركز يا ابو صالح عطنا انت قلت الان لحم ودجاج ومده الطبخ ساعه وربع وش بعد سمك ربيان سمك ربيان بعد إيه؟ ما جبتونا سمك ربيان اليوم لا الاسبوع الجاي لازم تجيبون اسلم الله يعزك ان شاء الله والطبخ يكون على فحم ابشر والله مالك هم الطبخ على فحم اي يصير النار هاديه اي لانه اذا صار على الجاز ينكسر الطاجن ايه يغطي اي 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 الحين هذه غطيانه ايه لا متى تغطيه متى تغطيه شوي بس لين احط الماء ينزل دهن الحمى اغطيه المجاء خلنا نستفيد من شرح الاخوان المجاء الله يعطي ملعقه ترى عندي خبره في الطواجن يحط على النار ولا لا على الجمر صار هذا يقول نار هذا يحط على يقول ما يحط على النار لو يحط على النار ينكسر على جمر انتم تجون قبل المناسبه بكم نص ساعه ساعه ولا لا يعني مثل يبون العشاء هم الساعه 9 نحاول نجي من عقب المغرب كذا بين المغرب والعشاء حلو عشان الجمر يصير يبيله شوي على ما يولع ايه ناخذ راحتنا اللحم انتم اللي تشترونه ولا ذبايح اللحم نشري ذبايح انتم ايه يعني الزبون ما يشري لحم لا ما يشري شيء نجهز له كل شيء اي الا السلطه سفره كامله سلطة برضه سفرة كاملة تجهيز السفرة ودي تشوفه بعد شيء مرتب هم برضه بيجهزون السفرة يجهزون السفرة والله حلوهم طيب الا زيد النار شوية ودي ناكل قبل والله باذن الله تاكل شيء طيب ان شاء الله باذن الله كان ريحة الطاجن تهبل ما شاء الله خلصوا علينا يا رجل طيب الشاهي نصبه يا ابو ولا الشاهي لا لا احنا بنصبه خلاص جاهز لا ما تصبه استريح لا والله لا والله ما تصب لا تحلفون يا اخوان صبونا الشباب يا مال العافيه انا شباب هي انت شباب لكن فيها اصغر منك ابو صالح بالنسبه للاسعار ابو صالح اسالك ابو محمد طيب وش خل خل جيب الثاني جيب الثاني الدجاج 70 كم نفر 100 بكم ثلاث انفار الى اربع تحب الحلو ابو رشيد كلش فيها وش هي
كلش فيه علمية. لا لا على الطاجن سمحت لي عشان مثل ما احنا على الطاجن الواقع.